تعد ميليشيات الحوثي الانقلابية أيامها الأخيرة في محافظة شبوة. إلى هذه المحافظة شد عمالقة المقاومة الجنوبية الرحال لاستعادة مديريات بيحان وعسيلان وعين التي سقطت نهاية سبتمبر الماضي بعد معارك محدودة مع القوات الحكومية التي تقودها قيادات من حزب الإصلاح لم تستمر حتى لساعات. وهنا في شبوة استقبل المواطنون طلائع قوات ألوية العمالقة التي تتوافد تمهيدا للدخول إلى مسرح العمليات القتالية وتأمين المحافظة والمنشآت النفطية ومحاربة التنظيمات الإرهابية، مؤكدين أيضا ضرورة وصول قوات النخبة الشبوانية وإعادة انتشارها وبسط الأمن والاستقرار في كافة أرجاء المحافظة. الرحب العمالقة دخلت في شبوة، واليوم إن شاء الله يستقر الأمان في شبوة كامل وتحريرها من هذا الإرهابيين والحوادث وكل ما هم خلوا في هذا الشبوة. أهلا وسهلا بأخواننا العمالقة إلى أرضهم وتحريرها من ميليشيات الحوثي والأخوان، وأهلا وسهلا بهم. نرحب كل الترحيب بقوات العمالقة في محافظة شبوة، فأهلا وسهلا ومرحبا، إن شاء الله رافد للجبهات بإذن الله وإلى الأمن والاستقرار. لم يمر هذا الاستقبال دون أي اعتداء من قبل القوات الأمنية التي يسيطر عليها حزب الإصلاح في المدينة، فوفقا لمصادر محلية وأخرى عسكرية تعرض عدد من المواطنين المشاركين في الاستقبال لاعتداء من قبل القوات الأمنية، وتعرض 11 مواطنا للاختطاف على خلفية هذه المشاركة، فضلا عن تعرض 3 صحفيين لاعتداء مماثل ومحاولة اختطاف أثناء تغطية وصول قوات العمالقة، بينهم مراسل الغد المشرق الزميل جمال شنيتر. تقول المصادر ذاتها إن استفزازات تعرضت لها قوات العمالقة أثناء الوصول إلى مدينة شبوة، إذ قامت القوات التي تقودها جماعة الإخوان في المحافظة إلى إبعاد مرور قوات العمالقة عن الشوارع الرئيسية ووضع نقاط تفتيش لمنع المواطنين من استقبال هذه القوات. ومع ذلك استطاع عدد من المواطنين الوصول إلى محيط المدينة الخارجي. على قدم وساق تستعد قوات العمالقة إذن لاستكمال تحرير محافظة شبوة، تتجنب أي استفزازات وتتهيأ للدخول إلى مسرح العمليات القتالية لإعادة رسم الخارطة العسكرية في المشهد اليمني بالكامل. فتحرير هذه المحافظة يقول خبراء إنه سينعكس إيجابا على الجبهات العسكرية في ريف محافظة مأرب الجنوبي، ما يعني عمليا تبخر كل أحلام الميليشيات الانقلابية.